طلب نقل الدعوة للارتياب المشروع، وهذا اللي يستخدم دائما من مجلس النواب، ومداعات الدولة بشأن عمل قضاتها العدليين، وهذا سيأخذ وقت طويل أيضا. كلها يمكن أن تستخدم بالتتابع، فيعني أمام أعوام أخرى، يعني عام عامين ثلاثة أعوام للبت في هذه القضية. سيدتي، من الواضح أن حزب الله يريد وقف هذا التحقيق. القضاة يعني اقتربوا من الحلقة الضيقة من حلفاء حزب الله، وباتت هناك معلومات تدل وتشير إلى أن النترات يعود لهذه الميليشيا، هي المسؤولة عن تخزينها بشكل كامل بشكل معين أو استقدامها إلى المرفأ أو غيره. وبالتالي بطبيعة الحال سنرى أن هذه الميليشيا تدافع عن نفسها بشتى الطرق، تعطي لدفاعها أحيانا صبغة قانونية وأحيانا أخرى صبغة ترهيبية وأحيانا أخرى اغتيالات سياسية وغيرها من الأطر. ولكن المهم لدى هذه الميليشيا أن تتوقف التحقيقات في هذه القضية وأن يتم طمس هذا الملف، كما تم طمس سابقا قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإنهاء هذا الملف. اليوم هناك محاولات لاستنساخ التجربة الماضية في قضية المرفأ. يعني قضايا كثيرة في لبنان ارتكبها حزب الله جميعها لا يصل إلى نتيجة، من الاغتيالات السياسية، من الرئيس الحريري، وصولا لاغتيالات شهداء 14 آذار، وصولا كما تحدث منذ قليل أيضا الصديق مكرم حول اغتيال الشهيد لقمان سليم. كل هذه الملفات طمست ولا يوجد ورقة تحقيق واحدة في الملفات، لأن المجرم والمرتكب هو معروف ومكشوف للجميع. عندكم مجلس نواب، أستاذ طوني، عندكم مجلس نواب عمره ما حكم حدا، لا وزير ولا نائب ولا رئيس ولا حدا، يعني هذا تاريخ لبنان معروف، لا توجد محاكمات دائما. مجلس نواب خاض. فالآن بعد هذا الفاصل نناقش كيف التقت مصالح النواب والوزراء المتهمين مع حزب الله وهم بعيدون عن انتمائه سياسيا. ابقوا معنا.